السلام عليكم. هذا فيديو تاني على الاستعمال ديال البريزنت بيرفكت. فكيف ما قلنا في الفيديو السابقين باللي ان البريزنت بيرفكت كيتستعمل يعني مع دي زيكسبرسيون اللي كيكونوا يعني بهم كنعرفوا باللي اننا كنهضروا على البريزنت بيرفكت. فهنا في هذا الفيديو غادي نحاول نزيد لكم يعني بعض الكلمات اللي فاش تقراو يعني تقراوها فتعرفوا راسكم باللي راكم تعاملوا مع البريزنت بيرفكت. وهذا لا يعني انكم ما خصكمش تفهموا المعنى ديال الجمله، ضروري خصكم تفهموا المعنى ديال الجمله باش هكا تقدروا تقدروا تعاملوا مع الجمله اكثر. فهنا بعض الكلمات اللي يعني تستعمل مع البريزنت بيرفكت بحال مثلا so far, recently, in the last few days مثلا، ولا since breakfast. okay, since the present perfect is used with phrases like يعني بعض المفردات phrases يعني المفردات مثلا so far, recently, in the last few days, since breakfast. فهنا يا كذلك دائما البريزنت بيرفكت خصو ضروري المنحنى او يعني هذا الخط الزمني باش انكم تفهموه اكثر. ففاش كنقولوا مثلا سينس يعني منذ، هذيك منذ راه تعتبر من الباست، ولكن يعني فاش مثلا كتكون عندنا جمله يعني او حدث وقع لنا في الباست، ولكن فاش كتستخدموا الكلمه since ولا in the last few days ولا recently ولا so far، فهنا ما غاديش تولي يعني الكونجيجيشن ما غاديش يولي في الباست ولكن يرجع في البريزنت بيرفكت. علاش؟ لان هذاك الحدث راه يلا وقع، يعني ماشي ماضي 100%. مثلا واحد المساله وقعت لي غير هذه واحد جوج سوايع، فهذيك غير هذه جوج سوايع وقعت لي، هنا ما غاديش نخدم الباست، غادي نخدم البريزنت بيرفكت. In the last few days يعني في بعض الأيام القليلة أو الأسابيع القليلة أو الأشهر القليلة. فهذه كذلك يعني هذه الإكسبرسيون كان خدموا فيها the present perfect. Recently كذلك، مؤخرا so far كذلك. okay. هنا I will give you some examples باش هكا تقدروا تفهموا أكثر، حيت دائما يعني أي لغة كيف ما كانت خصها الإكسامبلز باش أنكم تفهموا. نأخذ المثال الأول اللي هو have you heard from أحمد recently. have heard يعني المعنى ديالها هي مثلا نقولوا جوج صحاب راهم كيهضروا، عندهم صاحبهم ثالث، يعني هادي شحال ما بالهمش ما بقاش يعني كيتلاقى معاهم وهذا. فكيقولوا كيقول واحد صاحبه يعني واحد يقول للصاحب الصديق الثاني نقولوا يبان لي احمد ما بقاش يبان، واش راك سامع عليه شي اخبار. اوكي، فهذيك هذه المساله هذه كنعبروها بها باللغه الانجليزيه have you heard from احمد. heard يعني سمع، وهنا ما كنقصدوش السمع يعني سمع الصوت، يعني كنقصدو بها الاخبار، يعني واش عندك شي خبر على فلان. ف have you heard from احمد recently، فلاحظوا بلي عندنا recently اللي هي مؤخرا، يعني واش سمعت شي خبر على احمد مؤخرا. اوكي، فهنا هاد يعني الاخر هاد الجمله هذه فهي تعتبر من الماضي، ولكن مادام انها كاينه ريسنتلي فدائما كنقولوها يعني نعبروا بها بالبريزنت بيرفكت. المثال الثاني اللي هو I have met a lot of people in the last few days. I've met a lot of people in the last few days. الجملة تعني بلي أنني تلاقيت مع الناس بزاف متاع الناس في هاد الأيام الأخيرة. مثلا كنقولو مشيت للجامعة أو أول مرة تمشي للجامعة وتلاقيت مع يعني مثلا تلاميذ طلبة بزاف أو يعني أساتذة بزاف أو أصدقاء بزاف أو تعرفت على يعني ناس جداد. أوكي، فكتقول I have met، يعني مثلا هاد الهضرة هادي أو هاد الحدث نتا أنك مشيت للجامعة وتعرفت على الناس مثلا فات عليه مدة ديال شهرين. أوكي، وانت مازال حاليا راك عاد يعني كتعرف هاد الناس هادو أو هاد الطلبة أو هاد الناس. أوكي، فكتقول now حاليا كتقول
هنا تلاقيت مع بزاف نتاع الناس في هاد الايام الاخيره. اوكي، انا تلاقيت مع بزاف نتاع الناس في هاد الايام الاخيره، دونك هكا نعبروا بها باللغه الانجليزيه. I have met a lot of people in the last few days. فالمثال الاخير، المثال الثالث، everything is well or is going well. We haven't had any problems so far. Everything is going well. يعني كل شيء راه مزيان، كل شيء راه غادي مزيان. لاحظوا بلي ان هنايا عندنا البريزنت يعني البروغريسيف. Everything is going well. كل شيء راه غادي مزيان. We haven't had any problems so far. يعني لحد الان ما عندنا حتى شي مشكل. اوكي، دونك هنا جمعوا الماضي مع ناو، مع حاليا، وقالوا باللي لحد الان ما عندنا حتى شي مشكل. يعني هنا راهم كيقصدوا من الماضي حتى الان. اوكي، يعني ملي بديت مثلا هاد الخدمه، مثلا نفترضوا انهم راهم كيهضروا في هاد المثال على شي خدمه، يعني ملي بداو ديك الخدمه حتى الان ما عندهم حتى شي مشكل. اوكي، وي هافنت هاد اني بروبلمز سو فار. اوكي، المثال الرابع، I am hungry. I haven't eaten anything since breakfast. Breakfast. I am hungry. أنا كنهضر دابا، أنا راني جيعانة. I haven't eaten anything since breakfast. يعني منذ الفطور، ملي فطرت، since يعني منذ الفطور، ملي فطرت، I haven't eaten anything. ما كليت حتى شي حاجة. هنا كنقصد باللي انه ملي فطرت الصباح ما كليت حتى شي حاجه، لحد الان مازال ما كاليش. اوكي، مازال ما كاليت حتى شي حاجه. فهنا كنعبروا بها، يعني نعبروا عليها في اللغه الانجليزيه، I haven't eaten anything since breakfast. كما قلت لكم في الفيديو السابق باللي انكم فاش تكونوا تهضروا على البريزنت بيرفكت، ديروا بين عينيكم الماضي حتى الان، يعني راكم كتهضروا على واحد لا بيريود ديال تايم، بيريود اوف تايم، كتهضروا على واحد المده معينه من الزمن. دونك فاش كتهضروا على واحد الحدث يعني في واحد المده معينه من الزمن، من الى دائما كنخدموا البريزنت بيرفكت، لان الى قلتوا او خدمتوا الباست سيمبل، فهنا غادي تكونوا تهضروا على واحد الاكشن اللي دارت وكملت. في البريزنت بيرفكت ما كتكونش كملت، كتكون مازال يعني ما وقعتش ربما او مستمره. ناخذ المثال الاخير اللي هو it's nice to see you again. We haven't seen each other for a long time. It's nice to see you again. قالها او قال له مزيان ملي شفتك مره اخرى. We haven't seen each other for a long time. يعني احنا ما شفناش بعضياتنا من مدة طويلة. اوكي، راهم كيحضروا على اخر مرة شافوا فيها بعضياتهم حتى الان. اوكي، ديروا مثلا لان نقولوا هذا هو الخط او المنحنى، هذه اخر مرة شافوا فيها بعضياتهم، ودابا تلاقاو هنا في هذه اللحظة هذه. دونك هذه المدة الزمنية، هذه period of time كاملة اللي راه هنايا ما شافوش بعضياتهم، هذه اخر مرة، وهذه المرة اللي من موراها اللي شافوا بعضياتهم. ففاش تلاقاو في هاد يعني في هاد اللحظة هذه، قال واحد فيهم we haven't seen each other for a long time. يعني من هاد الوقيته حتى لهاد الوقيته ما شفناش بعضياتنا. اوكي، كذلك كنستعملوا يعني بعض الكلمات اخرى يعني في البريزنت بيرفكت، مثلا today, this morning, this evening, this year, this week, etc. يعني كندخلوا فيها كلمة this اللي هي هذه. okay, today هي هاد النهار، this morning هاد الصباح، this evening هي هاد العشية، this year هي هاد السنة، this week اللي هي هاد الأسبوع. when these periods are not finished at the moment of speaking. شنو المعنى ديال هاد يعني الجملة، وهي اللي لابد أنكم يعني تعقلوا عليها. فاش كتكونوا
تهدروا في واحد الـ period of time. مثلا نقولوا هاد الصباح هذا، إذا قلنا جملة وفيها هاد الصباح اللي هي this morning، من نكون نستعمل هاد الجملة هادي خصني نكون عاد في الصباح، يعني راني مازال في الصباح، يعني ماشي أنا راني في العشية وغادي نستعمل this morning. أوكي، ولا مثلا نكون نهضر على البارح ونقول today، يعني نكون الهضرة اللي نكون نهضرها أو الجملة اللي نكون نقولها خصني the period of time اللي راني نقولها فيها خصني نكون فيها. اوكي، هنا غادي نحاول نشرح لكم بهذا الاكزامبل هذا. we have drunk 4 cups of coffee. we have sorry I have drunk 4 cups of coffee. يعني انا sorry today. اوكي okay. I have drunk 4 cups of coffee today. هنا عندي today يعني هذا النهار، هذا هاد النهار كامل ملي بدا النهار حتى لدابا وراه مازال ما كملش. اوكي، النهار مازال ما كملش، هادي هي يعني الجمله اللي بغيت نقصتها لكم هنا، النهار باقي ما كملش. شنو المعنى ديال هاد الجمله؟ هي I am in today، يعني راني في هاد النهار هذا، راني نهضر هاد الجمله I have drunk 4 cups of coffee today، يعني راني مازال في هاد النهار هذا. and today has not finished yet، راني في هذا النهار والنهار مازال ما كملش. اوكي، perhaps I will drink more cups of coffee before today is finished. هنا عندنا I have here، عندنا الباست ما عندنا غرض به، رحنا في ناو. نفترضوا باللي ان هاد لا period of time من هنا حتى لهنا هي today، يعني من هنا هنا بدا النهار وهنا غادي يكمل النهار. today هو هذا، هاد ال period of time كاملة. انا راني كنهضر هنا، هنا في هاد now قلت I have drunk 4 cups of coffee today، يعني قبل هاد الوقيتة هادي، قبل now قبلها مباشرة شربت 4 ديال الكيسان ديال القهوة والنهار باقي ما كملش، باقي له عاد الوقت باش يكمل. اوكي، دونك هنا دائما فاش كتكونوا تهضروا على واحد الاكشن اللي درتو يعني درتوها قبل ناو، وهذيك البيريد اللي راكم هضرتوا فيها يعني قلتوا توداي راها مازال ما كملتش. اوكي، يعني ماشي من الماضي، هنا ما غاديش تعتبر من الماضي، وما اصلا وما غاديش تعتبر من البريزنت سيمبل، فهنا غادي تعتبر من البريزنت بيرفكت، حيت النهار باقي ما كملش وانا ربما نقدر نزيد نشرب يعني كيسان ديال القهوه اكثر، نقدر نزيد جوج، نقدر واحد، نقدر نزيد نص، نقدر نزيد حتى 10. اوكي، فهنا كيف ما قلت لكم، من تكونوا تهضروا على واحد على يعني في واحد لا بيريد ديال التايم، واحد المدة زمنية معينة وتكونوا فيها يعني عايشين في ديك يعني في ديك المدة الزمنية، ديك المدة الزمنية باقي ما كملتش، مين كتهضروا فيها كتستعملوا البريزنت بيرفكت. اوكي، بحال ناخذ مثال اخر، تكونوا في الجامعة او في المدرسة وتكونوا قاريين من 8 حتى 12، من مع 10 غادي تقول مثلا I have studied. okay so I have studied this morning، يعني هاد الصباح هذا، يعني المدة الزمنية اللي بديت تقرا فيها مع 8 وغادي تكمل القراية مع 12. so انت مثلا مع 10 ولا مع 11 قلت I have studied a lot this morning. okay so نتمنى يعني هاد الاكسبلانيشن تكون واضحة.